عملية مضغ الطعام بتتم عن طريق 4 عضلات محاطين بمفصل التي ام جي بيطلق عليهم اسم عضلات المضغ Muscles of Mastication. أكبر العضلات دي بيطلق عليها اسم Temporalis Muscle، والتمبراليز ماسل من ضمن وظائفها هو رفع الفك السفلي أثناء عملية المضغ. بتنشأ التمبراليز ماسل من التمبراليز فوسة الموجودة في التمبرال بون، وبتمتد لحد ما تصل بالكورونويد بروسيس الموجود في المانديبول. تاني عضلة من عضلات المضغ هي الماستر ماسل، وهي أقوى عضلة في عضلات المضغ، وبتنشأ من الزيجوماتيك أرش الموجود نتيجة اتصال الزيجوما بالتمبرال بون، وتمتد الماسيتر ماسل لحد ما تصل بالانجل اوف ذا مانديبول والريمس. والعضلتين اللي بعد كده بيطلق عليهم اسم تيروجويد ماسل، وهما الميديال تيروجويد ماسل واللاترال تيروجويد ماسل، والاتنين مع بعض بيتم عن طريقهم فتح وغلق المانديبول، وبيتم عن طريقهم طحن الطعام لأنهم بيحركوا المانديبول من جانب لآخر. الميديال تروجويد ماسل بتنشأ من الطبقة الخارجية أو السطح الخارجي للتروجويد بروسيس، لأن التروجويد بروسيس بيتقسم لطبقتين، طبقة داخلية ميديال بليت وطبقة خارجية لاترال بليت. الميديال تروجويد بتتصل باللاترال بليت اوف ذا تروجويد بروسيس، وبتمتد لحد ما تصل بالانجل اوف ذا مانديبول والجزء السفلي من الريمس. واللاترال تروجويد بروسيس بيكون ليها رأسين، الرأس الاعلى بتتصل بالسطح السفلي من الاسفنويد بون، والرأس الاسفل بتتصل باللاترال بليت اوف ذا تروجويد بروسيس، والرأسين بيمتدوا لحد ما يصلوا بالكوندايلويد بروسيس الموجود في المانديبول.